أسطورة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي يفجرها عن توقعاته النارية لمباراة المنتخب المغربي والمنتخب البرتغالي، كذلك يفاجئ صديقه أشرف حكيمي برسالة تاريخية، برسالة عظيمة. سنتعرف على كل شيء من خلال حلقتكم في قناتكم زياش أند حكيمي لوفرز. أكد اليوم ليونيل ميسي في تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أن الثمان منتخبات الذين صعدوا إلى الدور ربع النهائي لديهم فرص متساوية في التتويج بلقب المونديال. وعن مباراة المغرب والبرتغال أكد ليونيل ميسي أنه يرشح المنتخب المغربي لإقصاء البرتغال والصعود إلى نصف النهائي. كما أكد أيضا ليونيل ميسي أنه يتمنى مواجهة صديقه أشرف حكيمي رفقة منتخب بلاده المنتخب المغربي في نهائي كأس العالم قطر 2022. يا سادة يا كرام، وتابع ليونيل ميسي تصريحاته العظيمة عن المنتخب المغربي قائلا: لقد أدهشني الأسلوب العظيم الذي يتبعه المنتخب المغربي. الآن أعلنها أنه أصبح من أقوى منتخبات العالم، بل من أفضل منتخبات العالم كذلك من الناحية والتنظيم التكتيكي، خاصة من الناحية الدفاعية. وفي ختام حديثه أكد ليونيل ميسي أنه يتمنى التوفيق لصديقه أشرف حكيم رفقة منتخب بلاده، وأكد ليونيل ميسي أن حكيمي ما زال لديه الكثير في المستقبل ليقدمه للمغرب.